الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مشاهدينا الأعزاء متتبعي برنامج التحليل في ضيافتكم. مرحبا بكم من جديد في لقاء متجدد مع شخصية بارزة، شخصية معروفة لدى أهل عميش الكل، هو ابن البياضة المعروف بغادة دلولة، بينما هو بن عمر عبد القادر بن البشير. هذه الشخصية المجاهدة ساهم مساهمة كبيرة في بناء الاستعمار، حيث كان من ضمن الفيدرالية فرنسا مسؤولا كبيرا في باريس، ثم بعد الاستقلال كان له دور نشط في جميع المجالات، شيء ما تعلق بالتجارة أو تعلق ب أول رجل يفتح مدرسة لتعليم السياقة بالوادي، وهذه في حد ذاتها علامة من علامات. أيضا كان نشطا مع فريق كرة القدم المشهور، فريق ليون، فريق كرة القدم الصوفي المعروف، وكذلك فريق البيادة. له أدوار كثيرة حقيقة، وهو من الشخصيات المرموقة في البيادة وفي الوادي. نرحب به سي عبد القادر، أهلا وسهلا ومرحبا بك. بارك الله فيك شيخ. تحريرا في ضيافة اليوم، ربي يعزكم إن شاء الله وبارك الله فيك. اليوم رانا نزوروا عميش، وعميش هي البيادة، أو تبدأ من البيادة وتقفل إلى العمود. أنت شخصية معروفة على مستوى السوق، تركت الأثر الطيب، يكفي أنك مجاهد فدائي، خدمت الثورة في فرنسا في باريس وأنت عمرك لا يتجاوز 17 سنة. لما نتحدث عن الشخصية هذه راح نتحدث عن بدايات سي بن عمر عبد القادر الميلاد تاعك، واليوم بيتك هو بجوار زاوية سيدي الهاشمي الشريف، والذي ذكره مفتي زكريا في إليادته: ودلغامها الهاشمي الشريف يضيق بواز العذاب الأليم. فشيخ الهاشمي هو من الشخصيات الكبرى، هو أحد نقدر نقول وحده في الوادي العرس تاع سوق، فهمت؟ لأن هو وعائلته، عائلة الشريف التي جاءت النفطة ونشرت الطريقة القادرية في سوق وفي ورقة وفي أماكن كثيرة. أنت أعتقد رأيت النور لأول مرة في هذا الفضاء، فضاء الزاوية. حدثني عن ميلادك، عن تكوينك، عن قراءتك، عن دراستك، عن طفولتك في حد ذاتها. بارك الله فيك. هذا كل شيء نشكر فضل الله عز وجل الذي منحنا كل هذه الخيرات وهذه الثروات، ومن جملة الثروات والخيرات منحنا ثورة التحرير، ومنحنا قوة جبارة والقوة إليه حتى قومنا عدو غاشم بما فيه الحلفاء. نعم. بإمكانيات ضئيلة جدا بل معدومة بدل، ولكن صدق ما قال رجل كألف وألف كأخ، وصدق ما قال رحم الله الشهداء وبارك الله فيك وجزاك كل جزاء. وصدق ما قال: كم من فئة قليلة قلبت فئة كثيرة بإذن الله. اسمحوا لي كل ما نجم التاريخ غير حاجه. نعم، وهذا هو الشعور الصادق بالوطن. انكم عشتوا اللحظات الصعبه وعشتوا على ايامات حالكات ما كنتوا تظنوا على وصول الجزائر للدرجه هذه. نعم، ابدا. احنا عملنا انطلاقه، هناك ثورات كثيره بالجزائر وقعت، انطلاقا من الامير عبد القادر الغاطش الى فاطمه سومر الى سيدي الشيخ، وإلى كل ثورات كثيرة لم تنجح، ولكن الثورة التحريرية وثورة التحرير الوطني والأخيرة والذي هي نجحت نقلت عن الثورة الأخرى وصحت الغلطات حتى وصلت إلى ما لنا عليه اليوم. جميل، فضلك يا ربي. أنا بكل صراحة لو ما حضرتش في الثورة ما نمنش بأن الثورة وقعت والاستقلال جاء، ولكن عندما حضرت وشفت ثورة قامت في الجزائر في الأجبال، ثم انتقل منها إلى الدول الأفريقية كتونس كالمغرب كليبيا كمصر جزء منه، وأخيرا جزء وجزء كبير تنقل اجتاز البحر الأبيض المتوسط وراح إلى عقل العدو نفسه، وقام بثورة حامية الوطيس وبنظام عظيم عزت عليه فرنسا.
نقلت الثورة يا مش أنا الثورة نعم في فرنسا في حبيبها يا خدها بالقصر وبالأحرى في العاصمة الباريسية أين كان قصر جنرال دوغول ووزارته غريبة وعجيبة نعم قبل أن تحدثني عن هذه النقطة حدثني أين ولد سي عبد القادر وكيف انتقل إلى فرنسا بإبدائي بحياتك الأولى حياتي الأولى كنت في هذا الحي اللي رانا فيه اليوم في البيارة حي يسموه حي ولد بن عمر هذا حي كبير غير نعم لأن اليوم ولدنا 140 عائلة بن عمر هنا نعم ما كانش في الجزيرة نعم. الجزائر عام 42 ولد في المنطقة في المنطقة هاي في شهر مالي نعم ولدت وفي عمري 5 سنوات دخلني الوالد إلى المسجد تاع الشيخ الهاشمي اللي أنشا هنا نقرأ في القرآن نعم ثم 6 سنين 7 نقرأ في المسجد القرآن هنا في الجامع نعم ثم نروح إلى المدرسة نعم نقرأ في العلم نعم ثم المدرسة تاع ليكول بفرنسي 3 نقاوم فيهم الصباح سبعة وساعتين في ليكول نعم أو أنا كان جوز أقسام في البيضة نعم كان البيضة جوز أقسام اليوم راه يمكن 200 قسم ولا أكثر وست لوسيات و20 متوسطة هذه في البيض. يرجع الفضل لله عز وجل ولثورة التحرير. في عهد الاستعمار في ذاك الوقت. عهد الاستعمار نعم. بعد ذلك انتقلت في كوردي سونتر. انتقلت لا كمل لي الساعة خليني. ما دخلتش ليكول دخلت عمري 10 سنوات ليكول. باش تدخل عمرك 10 سنين باش تبدا لينيسيسيون سنة أولى ابتدائي. لقاوا فيليب هذا إنسان صراحة ثم ثوري شيوعي ضد السلطة الفرنسية. نعم. دخلني إجباري على الفامي تاعي. كان يدخل يلمد في الدرب ويدخل في الملعب. نعم. كي يجي المفتش يجي يخرج لي المنطقة. يقول لي صوت المنطقة يمرني باش ما باش ما يفرقش بيه. بالعمر. نعم. ما جبت شيء سنة ثالثة ورابعة قريتها في عمر. من الثالثة نقلوا من الثانية من الثالثة نقلوني للخامسة. نعم. ما قريتش باش نلعب. كنت قوي جميل كنت تولت على قسام ما شاء الله بعد كل هذا خرجنا كملنا قلت الشهاده الابتدائيه جيت اول نتذكرها مليح في الوالد نعم جيت اول وكان في ليب القاوي اللي قضي فينا تعرف قداش اول كي نقول اول قداش النقطه نعم على 200 199 نقطه ونص على 200 راح في نص نقطه للامتحان نعم ومادام في ليب قضي فينا تعارك عنه تقول له رجعوا له ماهيش غلطه سي كي نوبلي نسوى رجعوا له مثلا نقولوا 50 فرنك فاء 30 فرنك فاء نسيت 40 فرنك فيها هذيك نسيت واحده منها كنت مسلوب ليها مش غلط هاي فوقات فيها ولا طلعت فيها وهي ما كانش بين الناس وراحت لها نعم واحد اخر في الوال يقول له بس مسمي حشاك عداد يقول له مسيو لان عندها تلميذ يقول له طيب الزاوي لحد الناس تاعنا معروف حد يديره هو الاول ولا بدا كنا الاثنين الاولين وفي الامان الدار الثالث نقزوا هذه القضيه تاع من بعد درت امتحان وطلعت للسمايع اعطوني رجل ستاج في الميكانيك نخدم في البياس تاع الكهرباء هذيك يعني يدي قريب يتبقوا من هنا انا تقصد بتشوف تقصد ايوه وين كانت هي؟ شفت وكان عسكر تم وكان عند مقابل اوتيل تشوف تم كان تم صوت كنا فيه انا كنت اخمم اخمم بالطواويس صغير وخمم بالطواويس قداش عمرك في الوقت هذا؟ الوقت هذا كان كنت 16 سنه وثم شهر ثم مشيت فرنسا 16 سنة 8 أشهر وثم قدم هاجرت من سوف إلى فرنسا إلى فرنسا إلى فرنسا خويا الكبير هذا شفته والله بكار يقرا خويا خلي خويا هارون عاش على هنا كان هذا الكبير هذا اللي بجاكيت هو بكار هذا بكار هذا كان في في في, في فرنسا ولحقت عليه ايوا وشد وتحكمت 3 خطرات السجن في 3 خطرات في باريس ايوا لحقت خوك المهم ايه وهذه الصوره تاعي خاصه ذاك الوقت هذاك نعم من جمله شيء على حسب المنظر هذا ساعات ولا بوليس يجدوا رافلي يضيفوني مع شباب يقولوا على بالهم ايوا هذه وجدت بعدين لما رحت لباريس رحت لباريس وعمرك 6 أشهر و8 6 سنين و8 شهور 6 سنين و8 شهور ها يجيني التحق بالشعر انت استقل بشتعنا ايوه اتحقق النهار الاول والثاني جاني الحياة تجاني جديدة سي عبد القادر لما رحت لباريس وعمره 16 سنة و8 شهور خليت حلقة للوالد أكثر من حلقة
وانا ولده صغير وراح باريس عاصمه كبيره في اوروبا وهو مجاهد ومجاهد بخرج من السجن معناها حركت الاجيال تاعه حركت خاطره تعبت قال فيه كلمات الوقت هذيك لو تذكرني بهذيك الكلمات اللي قالها فيه وقتها كان يقول وكلامي في صوابه اللي جبتها عن غدا فايز عن غدا ودي شفا ايوه يقول يا علي قدر استحفظ لي على الدرب من دون الشرك قوك ذكر. رحم الله وابدنا يا شيخ ووالدينا يا شيخ. تقول لها هي يا سيدي وكل يوم الغرب مش انا خليتها بعد يمشي يقول لها هي كان يقول طيب لو الان استقر بك الحال في باريس ورحت لباريس ورحت مع اخوك احكي لي عن يومياتك في باريس وكيفاش استحقت الدوله في باريس وكنت من ضمن كنت مسؤول خليه. النشاط كان عندما دخلت كان ولد ودخلي ودخل العجوز أيه. يقول لها تشاري جديدة وتوفى عند واحد العام مجاهد كبير جاني قال هي واحد العام كنحتاجها نهار ثاني مش بيه قال بتخدم ثورة الله أكبر قلت نعم فتش كان عني نعم بعد ونهي قال لي يلا لو كان جماعة كان قبيل وكان نهار ما شفعنا فيهم فأربع ولا خمسة جماعة هكا ما مش سوق ما مش سوق جينا أهلا وش حالك وش رأى سوق وش رأى قلت لهم شوفوا الدنيا كل لباس كان فرنسا مش لبس هي فرنسا شدد قال هذا فتش على الكلمه هذه هيا باش بدك تخدم صوره قلت له وانا باش نعطوك خليه فيها اربعه من الناس قلت لهم كان اربعه برا تو تبان قال لي كان اربعه نعطوا اعطوني اربعه ايوه مش لما عملوا الشركه كنت وصلت لي وصلت لي يقول لي نشاط كبير بعد شهرين ونص لا ذاك قال لي باش نتبعوك بالسلام اخو اعطوني قسمه فيها اربع خلايا 16 شخص خمس خلايا 15 20 شخص 121 بعد يقول نشاط كبير ينقزوا لي وسام وسام وعطوني مسؤول قسمه في الفرع السياسي الاعلى أيوه. وشو هو الفرع السياسي الاعلى؟ اخطر مسؤوليه لمت الشركات الماليه الفرنسيه أيوه. واللوح والرسائل تاع التهديدات تاع الخونه الجزائريين والخبثاء انا عطلت نشط تاع التهديدات بليكون مشكلة توقع البصمات قضينا أيوه. اثنين ونترجم بالتراكت كي جينا التراكت من تونس تهبط على ايطاليا وعلى نيس وتهبط لنا نترجمها من الفرنسية العربية ومن العربية الفرنسية صرت مسؤولية البحر وتحملت وقدرت عاوني عن برا أهم الصعوبات أنت في الثورة الوقت هذاك أهم الصعوبات هذه الشركات ما تقولها وتو نقول لك أنا أهم واللي يقولوا كيف ايش يشرب في الثورة أيوا هذا السؤال لازم يطرح عليه أيوا كنت شاطر على نفسي السؤالات ما همش الكل وما نحتاجوش دراهم وكما ما قال لنا رمضان شعبان هذا السيكتور تاعنا العام قال لا نحتاج سياستها سياستها أكثر من درهم. المواقف تاعها. وشي سياستها؟ درنا ثورة في الجزائر، ودرنا في الدول الأفريقية، ومشينا جينا لفرنسا درنا ثورة وعندنا لمدة في الشراكة درهم كيف حكومة. نعم. ما كانش في العالم. صحيح. هذه كي ودني يقول لي عليها. اسمع بزويش، أعطوني اسم بزويش تنحب. حتى كنت تسموك البزويش. البزويش. أسامي هكا يعني كل واحد يعطوه اسم باش ما يتحكمش اسمه حتى في الطريق. اسم حركي معناها اسم الثورة اسم الثورة هذا فين بزويش برا بزويش هذا بزويش هنايا راح بزويش ما كانش بن عمر ولا عطا المقاطعات اللي كنت تخدم فيها تاع باريس كامل ولا لا فرنسا كامل لا شيء كامل اونتير هذه يسموها القاهرة اونتير القاهرة على الخطر اخطر بلاصة في التراب العالي لا بوليسي فرنسي في عقب دارهم ما يخشوا الا بيجي لي اونتي بول اونتي بال هذيك ويمشوا مع البراريك على جنب على الشيء ما يحطوش منه ولا من في عقب دارهم من هنا من احنا من السلاح الى الجميله والسلطيطه والغنجايه والساكن اللي يشبه هذا السلاح لكن هذا سلاح كبير ياسر كبير كبير الله اكبر شادين في ربي نكبروا وما نلتفتوا حتى شيء وكيفاش التنسيق تاعكم في ذاك الوقت؟ تنسيق سريع كيفاش الاصداء تاع الثوره يجيكم من الجزائر واخبار الجزائر؟ وهذا المشكل وين؟ مش مشكل لكن تقول كيفاش؟ لا كاين بورتال لا كاين مخابرات تليفون تاع الديكس تاع الرحام مده وانت تسنى بعد سمانه باش يرجعوا لك كلمه واحد تخبي وتسكت على الناس وصلت الدنيا كلها المخابرات تجينا من الجزائر والاشتراكات اللي مو فيها الكلام كل من هم اللي يدوا فيها الثوره لتونس يدوها لتونس يدوها لايطاليا تروح منها على نيس الحدود التونسيه الايطاليه الفرنسيه الايطاليه الفرنسيه يسموها فونتيميليا فونتيميليا هذه الحدود تخرج من نيس قد كذا هذيك الحدود تاعنا فونتيميليا طليانيه من هم دايرين هذه الصور هذه واحد موسيقار طلياني يخلص خدام عندنا يخلص فيه
موسيقار موسيقى ودنها ماشي سيركوش وصل باش يدير حفل في ايطاليا باش يكلموا ولا يبعثوا ومعاه اخر ايطالي وجوج جزائريين معاهم فدائيين ديما تبعوا فيهم كرزون واحد الوقت حكمونا 80 مليون 80 مليون وقت هذاك انا 20 مليار في شهر من شهر حكمونا 80 مليون بعنا ولا مانيش عارف انت كيفاش ولا كيفاش دوم بقى لنا عقبت وعارف انت التنظيم كامل من الرئيس تاعها الخليه تاعها عارف الكل من 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 الخليه تونا وعندي متركين الثوره ومتركين الثوره نقول لك يعطوه العبد عبد والله ما نتذكر من 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 تمر استوجان حتى لهنايا ولا من بشكل حتى لهنايا ولا من من هذه من من من, من, من الحدود من, من الحدود هذه الغربيه حتى لهنا يا خاطر الوحيد عندي متركين الثوره ونقول لك عنها ونقول لك كل كل رقم وش يعني 1,200,412 دوزيام قسمة بريمير سيكتور كاتريام سيرجونال دوزيام ريجونال دوزيام زون دوزيام دوزيام سوزون دوزيام زون دوزيام تروازيام مولي وعلى كاين تشفير تشفير يوم تجي بعد هذا مش عنده شيء قال مثل كذا راهو هذه العباد اللي خط يعيشوا في خطر وهم كلهم خطر عندهم مدربين خاص قلت والله ماني ماني اللي كاتب الانسان اللي في عقلي ما مشاش كان اكبر حاجه ما مشيتش منها 22,400 علاقتكم مع الجزائريين في ذاك الوقت خاصة لما رقوك واصبح ربما بلغ برسالة تهديد وكذا كانت فيها صعوبة التهديد التهديد كان عند ناس خاصين فدائيين خاصين حتى في القتل حتى في القتل فدائيين خاصين اخ فدائيين خاصين هذاك الموت لازم يموت تمني خلاص نتذكر واحد قتلوه جماعة قتلوه كنت معاهم في القضية وكنت قتلوه خير يقول له واحد الكبير العربي من طلبه. ايه. جماعة الكبير. او الباب هذا ما دخلش بالطول والصح. يهز العبد في الشكاره ولا حتى يشوف راسين في البحر. راسين يقول قد من هنايا. من هنايا يقول قد من الاسنان من السوق تاع الوالد. ايه. نجيك غادي هكا باش تعرف عليه. ايه. في الدراري على الوحده واحد وصل ساعتين والدنيا ظلمه والدنيا مسقوطه في الشكاره يمشي وقف وحنا نلفوا. من بعد شدوه. نعم. شد برارك وقف وش بيه؟ قال له الشاب يرد الخشب ولا ولا الشكارة خاف عشان يتحاسب عليه رد الشكارة ولا مسؤولية كبيرة لا حرب حرب ونفض هون جيب الشكارة الشكارة ما تسواش تدور كما قال له يا ودي قال له الشكارة وانت وهو له هذا حكم كل وش بيه قلت له؟ تقول له راح المصيبة لو عادنية الحب تجي العرب عندك بني زعمة قديش خدمت تطور في فرنسا وقديش المدة كل قعدت في فرنسا. انا قعدت في فرنسا 4 سنين وخدمت 4 سنين. هذيك من حاجه دخلت النهار الثاني بديت تو واحد تمشي. دخلتها في 59. دخلتها في اول 59. ذاك هو عمرك 16 سنة. 17 سنة قلت لك 17 سنة. وخرجت في الاستقلال. وخرجت في الاستقلال. توقيف القتال حضرت هنا جيت توقيف القتال. قلت لك نشوفه. ورجعت. رجعت عام 19 مارس 62. قد في 20 واحدة. 22 مارس قلع. كيفاش حضرتوا الاحتفالات تاع شيء ما قد نقول حتى شيء هني. واش نقول لك انا هنا اكبر احتفال وقع هنا في البيض. هذا في البيض. ما يكون هذا هو. شوف البيض هذه هي 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 البلديه الثانيه بعد الاولى. ما فيهاش حاجه. والرباح هنا والعقله والنخله بين 40 و 20 حاجه. ما بين الاثنين العاليه تاع 420 حاجه. احنا ما فيهاش. وبدو وكذا. صحيح. هذا مش بدو ودي عاد 420 هاي وهنا ما كانش واحد. يعدونا حتى واحد. والله وكلها مجاهدين وشهداها 5. كانت احتفالات كبيره وقت هذاك. شيء ما يتصورش الزغه منها كي تحكي. كيفاش كان الوضع الاجتماعي وقت هذاك الاقتصادي للشعب وقت هذاك؟ شاهد على المرحله هذه. من الجوع. من الجوع. حتى شيء. بدات تبقى زيرو الناس. لانهم قدام زيرو مش بدا وزيرو بديه من بكري وزيرو. كان حتى شيء. كلمة تاع كسكسي تفور العدو باش بداية التضامن ثم الاجتماعي باش بدات تنهض الولايات من فرنسا خلت الجزائر متشاهد على المرحلة هذه في السوق خلت الجوع خلت الفقر خلت زيرو الدنيا كل شيء كيفاش بدات الجزائر تلملم في روحها في الوقت هذاك مش عارف سبحان الله سبحان الله الكلمة تتقدم تبقى كذلك شوي بشوي اللي جوع اللي يفطر تاع ولا كانش تعرف عين كيف الحوش على العجلة داخلة كان ما عندناش فطور عشان كان عشاء بلوك مالكوس بعد عطيت ربي الناس عطيت حضرت لما جو اخواننا الجزائريين كانوا في تونس وفي الضيف
لاجئين في الوقت هذا كنت شاهد عليهم ولا كنت مش كنت انني رحت وعاود رجعت. ايوا جيب كمان كاتل هني وطيش وكاين تعرف وين كان المقر تاعي. شفت البلديه القديمه تاع الواد في العالية فوق. وكان سوي قدمية معهد ديني هذاك. معهد ديني هذاك كان المقر تاع عندهم فيما هبطهم دراهم كلها. كان بطاطا كامل برا وكان بطاطا ما حد يسوي منها. ايوا كانت لحمهم 65 في البطاطا. وين مخرج القدمية تو؟ وين مخرج القدمية؟ وحوالينا احنا دم كله. ايوا سقيه هذاك الداخل. ايوا معهد ديني قد زي المعهد هذاك زي تخش هكا تدخل داخل. سي عبد القادر ربنا عمره سيدي استقر به الحال في سوق والجزائر استقلت واحد المجاهدين الكبار والمناضل الكبار. اليوم مش يبدا حياته حياه اخرى، حياه الجزائري العادي، الجزائري المدني، الجزائري التاجر. اليوم جات مرحله الاعمار، اعمار الوطن والعمل، والجزائر مستقله ما شاء الله وترفع علمها معنا في العلالي قدام الناس الكل. والحمد لله انتم عشتوا الفرحة تاع الاستقلال الأولى هذيك أن عشت الاستعمار وشفت الاستعمار بل من 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 الرجال الذين دحروا الاستعمار في عقل ذلك. جيني في الحياة من بعد نشوف سي عبد القادر عنده مهام عدة في الحياة، منه تاجر، منه رياضي، منه سياسي، منه أول مدرسة لتعليم السياقة اللي دخلها سي عبد القادر. كل شيء جيني كل دعوك وأنت لو تحدثوا عن كل 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 جانب من جوانب هذه اللي كنت أشتغل فيها. حدثنا عن الجانب الرياضي في ذاك الوقت، على الكيب تاع اليو الوقت هذا. الجانب الرياضي الكيب تاع اليو هو مثلا 46 احنا مازلنا فرونسيس. مازلنا صغار. وبعد قالوا لي عدت فيه مسؤول ذلك. من بعد شديت اعطوني مسؤوليه فيه، قالوا لي شد. عام واش؟ عام يكون في السبعينات هكا. عام 72. اي. البياضه شادها من 64. خلاتيكي بعد ابن دوني هاي نشاط كبير ابن دوني قالوا يلا 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 القاعة فيها مش كانها 400 واحد داروا انتخاب بعض جماعة جت 400 صوت غير صوت. نعم صوت كان منها في المدينة صوتين قالوا انا كان صدعك نكمل 400 100%. في السبعينات كان فريق الواد ويولو اولمبي الواد كان في اوش عطاء في الوزيس كامل بل ادى حتى عام 70 اعتقد بطولة الوحدة. عام 70 عام 70 اي دار الشامبيون دوزيز. كان الشامبيون دوزيز. وكان جملة النجوم الوقت هذاك تاع اليو حدثني عليه في المرحلة. النجوم كانوا معروفين. طيب العجنة. وكاين فرجاني. ايه شايب فرجاني. وكاين اسمها غادة غريسي. ايه. وكاين عبد المجيد السعدية الله يرحمه. السعدية عبد المجيد كان دو. ايه. كدوري. وعلي كدوري. ايه. كان الله يرحمه وصوله. شري واحد الشري كان عرض كان العبسيس شي عرض واحد من جامع بركو عنا كل جي 7 و8 عرض واحد عادي عاين سايبون بالكو عنا بالكو عنا كان كبالك وبسري واحد العفريت او كان في دايما انا كبالي كان في دايما كان في دايما انا بالضبط كان شفري ما في البلح كان هم ليزي كان العيب كانوا معكم يقولوا في النقطة هذاك يقول لا شو شو يلعبوا ولا راحوا بعد لا كان معنا ماريو بعد ما خرج بعد ماريو في سيربيو انا قلت لك في سيربيو في سيربيو في سيربيو حتى قالت لي ولكن بدلوها في سيربيو ماريو وكان معنا الشيخ سمير المصري وكان معنا مهرة جمام الديواني ولا محمد الديواني لا نحكي اليبوك ملي كنت انت في 73 كاين اخرين لاباس بهم لاعبين معروفين واصلا مش من سوق هذا كاين خليس كاين خليس عمراني 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 اي ولد ولد كلهم يعملون وكان معنا قلت لك ماريو هذا وكان معنا شيخ سمير مصري وهم كانوا اللي كانوا خارج بغكوش ولا دحين لو تحدثنا عن هذيك المرحله مش نقارن واقع الرياضه اليوم في الواد ربما هو اتحاد ليسيرس اتحاد صوفي او في القسم الوطني الثاني رغم قله الامكانيات في ذاك الوقت وكان فريق اليوم يتنقل وكان يلعب وكان شامبيون وشو الفرق بين 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 الجيل وهالجيل هذا؟ ثم اللي يلعب بس انا ثم صورة محمد كل لطيف الجوار صورة وحدك ودخل ما كذا ما كانش بالك على المعاش قلت له شي المسؤولية كنت حكمها باليو اليو كنت بريزيدون البريزيدون تاع الكيب البريزيدون تاع الكيب اليو سيربيو اي يعني في مدة كبيرة قداش مدة كانت؟ مدة سنوات على الأقل على الأقل على الأقل 18 سنة يس يا سلام وشي مراحل شهادة تاع اليو سيربيو في الوقت كيفاش المراحل؟ مراحل تاع العز تاعها التشيش كيفاش كان
النجاحات اللي حققتها في وانت بريزيدون كان النجاحات اللي حققناها حققنا حاجات كثيره بالاراده وبالقوه وبالنيه وما كانش واحد يعطي في واحد. كنا نسيروا بالكيب بنايا وعم حمود بن عزه هذاك وعمار غازي واسمع الله يرحمها مناعي الاخر مناعي اخيو وكان اسمه عيالي مختار ايه يا بخار قلعه كان عندي واحد جماعه نخدموا باخلاص وبنيه منجوب منجوب والقرديان تاع الكبيره اسمها داوي 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 ما خدمنا وخدمه خدمناها خلاص كبير ومشى بي استاد هذا طيحنا العمود ووقع لي موقع لنا وياه استاد تاع الجالوريا ايه استاد ثانيو استاد جديد لا تربيل تاعها تعرفنا خلاص ويعودوا في البلديه تم هذا ما تابع الولد بالجبزه قال نطيحها قلت والله ما نطيحك الا اسس اسس تدخل اي قعدنا مشينا البلاصه اللي شفنا عنها الوالي تاع بشكل في الورماس واحنا جايين من الورماس هبطنا في البراش تاع الورماس كره بك وحبست وهبطت له قال له بدك تسيد ولي ما عندناش الصاد وكيفاش قلت له انا البريزيدون تاع الكيك قال لي عافاك بريزيدون قال لي من عمود يا جماعه تم الصاد قال لي ما عندنا الصاد وانا ناسس به قلت لا مشينا ناسس به ما كانش الصاد وما كان عندي حتى ميزانيه كذب فيا قلت له تكذب فيا حبس قلت السيد الوالي اني ربطني ثوره باش نقول كل شيء كاين قال له ناسس به كاين كوارت عندها بطاس قال لي كاين قول لي انا كاتب عندها العمودي خان مش نجيبها للوالي بكروستي نجيبها للوالي غاد واش نصبر؟ قال له عندك لها بابراس اي جاي عارف كلمة عارف كلمة صحيح صحيح قال لي يا جاي سي محمد قال له ودي وكيف مش في عنها هكا في الصحراء اديني واحد نعم خمم 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 هذا العمود يقول له يا جاي قال قد اديك ادب لكل 100 مليون ادب بها ستار قال ما تزيش قلت حب السيد الولد لا تزيني لا يمنعني وانا عضو في البلديه وبريزدون تاع سبور لا تكفيني هوني حبس الستار انبط كنا يقول لك ما عندي حتى دور سيد انا استاذ جديد اللي اعطاك الوالد كسبت 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 هذا تو قلت لي ما كان ما عندي حتى فرانك على 100 مليون اللي بوك من 2 مليار اي صح حسبني عندي لا كان كمرت بها استاذ كتربي ولا لا كمرت بها استاذ وعندنا وتيل وفي عامها لعبنا فيه اراده الشيخ اراده صح اراده والقوه والرجوله والاخلاص كيفاش كان ربما من النوادر تاع اليوم بكري حتى الكلوب تاعهم بالتطوع الكلوب تاع من قبل الساك وين كاين المقر تاع المدرسه تاعك مفصلين مفصلين كانت تم معناها ما دخلتش هذاك خطير خطير لا انا قلت لك قالوا لي كانوا متطوعين الناس يبغوا يخدموا التطوع طبعا انا كنت ربي تمد الناس راهي 50000 100000 قالوا لي حتى كي تردوا خارجين رايحين اشتركوا في بيستا ولا في الاغوار كان كل واحد يجيب الماكله تاع معاه والله ما كان شيء خاطر كل واحد كشنا عنده في سويكه ولا خلوط يجيب هاك الموس تاع خبز وكش ما نعاش بدون كان يغار كان ويلعب وينتصر وجهه ولا يقول لك قد ما شاف كي كيبات ما نحضرش الماتش لازم نمشي ندرب في علم عشان 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 يما كوالي نبي حسني عند الله لا نوقف الماتش الوقت هذاك مش غير اليوم كانت كانت فرق كبيره في الوقت كان فرق وكاين ربما كاين فرق ما تحت اليوم كاين اللي تعب فيها مثلا ليطوال ليساس كل واحد رياضه كل واحد عنده كارتي وكل شيء واحد عنده 10 كانت بالعاني غير تمشي اه على الفرق كانت بالجهات كل واحد كل واحد مش 10 جهات معناها نقول لك زيد ولد احمد داروا كي صح اسمها لا غزال لا غزال المهم فيها كيف تعمل ولد احمد تعمل ولد احمد لا عشاش داروا كي لا عشاش تكسب داروا كي تكسب البياضه داروا كي وسبيع تاعها كل واحد داروا المهم فيها والتمويل مشروط داروا منهم مليون في الشهر كامل صح والاطوال كان تاع القواطين وقت هذاك الاطوال تاع القواطين وكل بعد هذا الشهر تاع الشهداء كان بشير عمتي وتوفى نعم كان بشير جديد كانت نشاطات كبيره في الوقت نشاطات اي كان بيه خلاص تو راهو تقول له واش يقول لك هذا واش عندك جوار هنا مرة ما انا وعجبني واحد الجوار انا نشتيني جوار ما تقول لي يجي ما يلعبوش حتى مش ناقص مراوغات كان مرة قيستها وقدرها كان جوار عجبني في الفيلم يوم خرجي من الماتش قلت له يا ربي انت راك عجبتني ياسر وكان يجيبوا كل الكيب تاعنا تاع تاع اليو سيربيو سيربيو تلعب قال لي واش تعطوني قلت له واش نعطيك انا قلت له راني شو نقول لك ارجع لعبه بلاك ما تعرفش غير بديتك ساعه ما ترشش بديتك بتعرف اي حد بيه انا اللي بدي تطلب حطهم تثمتهم ولا هني تمشي تدير تجيب لي قلت له نقول لك شو نقول لك رقه رقه تتخابط الاستاد حتى واحد وانت في 23 لا
صافي لا فولونتي هي كلشي. لا فولونتي بدي 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 استنى شوي خلي رجليك يجيب البذرة عاد يجيب الدار. ومع فريق البيضاء وشي اهم الاعمال قمت بها مع فريق البيضاء. نعم يعني نعم نعم. كنت الشيخ كنت البريزيدون تاعها. فريق البيضاء. كنت البريزيدون تاعها. كان جيزيلومو هناك كانوا لاعبين كبار. اي لاعبين عندنا. اسماعيل دجاج. اسماعيل دجاج بن عمر بعد عندنا اللي هو. ايوه. وكاين حتى عندي كاين هذاك عبد الحق ودي داتو فاق السيف وما تفهمش فيها مش عارف وجهي. ايوه. وصلت حتى فاق السيف. ما شاء الله. هذا واحد كي بني ما يبطي حتى واحد. كانت قويه. رحنا نجم شي كيف هذا رحنا نلبس رحنا لوريجي باش نديرو ماتش. وش يقول لي لقيت واحد من وريجي وكاين بعمر هذا كان تعرفه. بعمر كان شاد الراب تاع الجهويه اللي كنت خدم. تو فاهم. تو مازال فاهم. واحد الخبيث. واحد العنصري يجيني واحد من وريجي قال لي اسمع الماتش راهم خدموا. وراهم باش يطيحوا. من مش طيان قال لك عارف قلت له عارف ريع تفرجوا مليح قلت له بيحزوا قلت له نحبسوا يحسوني كان ثمانية من كان تسعة من الناس وش بيك قلت له تسعة قدرت تخشوا الاستاد وخطيك انت كي توصل 10 دقائق تلقى انت واحد طيح من الروك ما ترجعش لا ما قدرتش انت كي توصل 15 دقائق تطيح وش مازال وخليتهم سبعة الاستاد مازال واحد شو ما يتلعبش الماتش انت قلت له كي نرجع للمطون الثانيه بار وانت قلت شدوا كان ديفونس قلت لهم مليون درهم ما تخرجوش ما يمركوكمش انت كي توصل 10 دقائق طيح مرقناها قاعد وسد يجي لهم قلت لي صفر بشنو يا اسمع انا ما تقولش بيه قلت له شو قلت عندك لاعب ها بسته اي وقال لي كان قلت له كاين خلوني نلعب بسته هاكي بيو مركوني فيه باللي عندنا حق لاعب بسته عندنا سته خلوني ندير ماتش دو فيس نتو بطل واحد انا فسرت مخطط كامل وش يقول لي بعمر قال لي ابن عمر والله كان يعرف كنت نديها قلت له بالله ما نبيش نثبت لك انا يديها هذاك معاه ولا الثوره ولا الوالد قلت له والله كان نعطيك العشور من مخه ومازال جاي الماتش الجاي قلت له عزل لك الماتش الجاي بساعه كان في دقيقه قلت له ما عندي وكان عندك لمسات ونشاط كبير على مستوى الفرق الرياضيه في الوالد في ذاك الوقت اكثر ما يزيد مع وانت كنت نشط في كل جوانب ايضا جوانب اخرى جانب الكشافه الاجتماعيه ثانيا كل نشاط الكشافه حضرتني على تجربتي في الكشافه الاجتماعيه والله هي الكشافه الاجتماعيه ما فتش فيها انا ايوه كونت جهه وبالك تعني سعد القادر ايضا عندك نشاط مكثف ايضا ونوعي في تاسيس الكشافه الاسلاميه كان عندك دور بارز فيها حدثني عن تجربتك في الكشافه الاسلاميه. الكشافه الاسلاميه كونها عن طريق جيش احنا بنا دخلت الجيش تاع ايوه دخلت جيش تحرير ما قلتليش عليها اللي بعد بعد الثوره دخلت بعد ما جينا من فرنسا زدت دخلت الجيش زدت تما كنكون زدت الدنيا خطيره زدت حربه بعد بعد تقف القتال زدت الدنيا مخوفه اي حتى وين دخلت الجيش؟ قداش سنة حكمت؟ ما كانش اقل من عام غير شهرين غير ثلاثة. وانا من 62 حتى 63 هكاك حتى 63 ايوه وثما كون بديت نكون في الكشافة بناء على الجيش اللي كنت فيه بناء على العمل اللي درته فيه ايوه كونت معطي تغيير قلت لهم اخذ واسطة قعدت نشد في الكيبات شديت كيبيو والويرد ايه هاني نحوس ليه اذا التجربة تاع عام فقط في الكشافة الاسلامية قد وانا الفرقه كانت عندك علاقه بها مثلا فوج الرمال مثلا ما عندي لا فوج كنت هنا في الوالد وشي فوج الكشافه ما كانش فوج الرمال ما كانش اسمه رمال ولا حاجه كان كشافه في الوالد وخلاص نعم كشافه في الوالد وخلاص الدنيا كلها مادي جديده واش بك ساس نبدو فيه نعم كان كيما كان فوج الرمال ومن 46 خلينا 46 او هذا كنت ممتد قاعد ممتد قاعد ممتد صحيح ايضا كثير من الانشطه قمت بها كيف جاتك فكرة مدرسة تعليم السياخ كانت معروفة مدرسة دلولة للسياخ مدرسة تعليم السياخ كيفاش أول مدرسة لتعليم السياخ كانت في الوالد وصارك دبلوم كيفاش جبتها ساعتها دبلوم جبتها ثم كيفاش دبلوم المهم عندك البرميات كان عندي البرميات الكل البرمي تاع الليجي واللو وطرس بركما والسمير مورك الليجي عديتها في آخر 68 بعد الاستقلال. وهذا لك عدت في 64 كل. هذا انت هزيت. هذا انا هزيت. ايوه.
وهذا انت السوق كل سوق الشاحنه ترونسبور كوما كل عندي كل عندك دورني على الواد كنا من كان الواد خالي شوي هكا بالكار ودخلني كذا السوق من غادي هبطني نجي نرجع من جاي من ورقه ثانيه ايوه ما انا قاعد هكا قلت البلديه نمشي نخرج نلقى اللي يحب يدير طويكون هاي الوظائف اللازمة اوخ مشيت طلعت لك الاوراق كل عواش كيف درت الطويكون في الوالد وين تو لحد الان مازال تخدم لحد الان في قلب المدينه هو يعني عام 72 عام 72 عام 72 مشيت هاي تمي كان بريز دبلوم مازال ما كانش الامتحان ولا قعدت فيها واحد ست شهور ولا سبعه زاد جاب اخرين هاك خلادي فاروق كان تعرف الله يعني خلادي جا بعدك انت بعدي انت الاول نسمى كل شيء نفس الشهر انا في اخر شهر انا في يوم ايوه ابو طيب هاك الشعب انا عمرنا ثلاثه الاولين هذا مره اثنين بدوا يلعبوني في الليل ولا سوني كيفاش؟ لا بدي اقول لك بالله هم اثنين ايوه سبحان الله مخلص من خدمه تاعي وخطير بالشارع وخطير هم يرشوا خافوا عشان نبيع وهم ما عرفوش كون خلاني معاهم انا هكا برا انا بقى شاري هذا وشين يدلهم بقوا يغبوا هذا الشيء كله يجي الثوره يجي بنتها الواحد كنت سارح ولا طلع من كل جينا امتحان في اوريجا شنو عندهم امتحان تاع الطريق يجي واحد انجينيور هذا واحد يقول لهم صافي قبيل مختار شاب واحد الخبيث واحد الجنس واحد المرشي ومتفاهموا بجماعه وكلهم ضد دينه لكن هم من انا معايا ربي هم وبرا روحها فين راح قال لي جي عندي في امتحان في ورقه اتكلم من الانجينيور هذا قال اسماء اتكلم من اسماء قالوا دي جماعه جو من اللجنه جو من الجزائر وجابوا السجين والسجين الفرنسوية ومش مترجم. وش قال لهم هذا مختار خبير؟ قال لهم بدي ترجمة كم من عمره تاع الواد. ايوه. ضدك وش يشهد لك؟ جاني هذاك جاوب في حدايا تاع الجزائر ولا تمارا جلاني قال لي قلت له ترجم. هيا راح وين قلت له الصبور هذا لفري ما دوي لفري. وقال لي كيفاش قلت انت اقرا برك اقرا كل خط وثقل روحك في القراية. ويكتب لي ترجمة قال له والله غريبة يا اخي. في ذاك الوقت صحيح. أي. كي جيبني باش الجماعة هم يكتبوا هم يجاوبوا كي قعدت قال لها زيد ساعة زايدة بعد الجماعة قلت لها لا ما زيدني حتى شيء يعني نكتبوا لي نجاوب قلت لها جيت له جيت له كي جينا بلا كونتريت في المواد مين بعدها شيء كرام يمكن كان لي رويت من نخدم على كذا من هم اللي يعدي لي مختار هذا شابه بجنبي ايوه هذا اللي بعدها باش طيحني وتاع جندرمي وتاع بوليس وراي وتاع انجينير ديمين وراي الكاروسه الرويت كي جينا في السطول بتاع تخرج الطريق الغردية هذاك ايه الفرينات وحبس جيت من دمر الفريناني هو الدوب اللي عنده الدوب قال لي شوف ما حبستش قلت له ما حبستش قال لي ما حبستش تلفت الاعضاء قلت له مسير الجيري بين عام قلت له نطلبك سؤال منين كنت جاي بريمير ولا تزيد مركزيه وها تو مش تزيد وهاني بدلت بريمير وتبدل بريمير وكان ما تحبسش وانا ديك رديت في تاز لا رديت وحبست ودرت بريمير وجيت من ديمار وش بيك ايه شيء ثم الشريع هو شراه باش يسقطني قال لي لا قلت له نسمح في التاع على جندر بني ولا تعرف باش نخ راسك تاع لا حول ولا قوه الا بالله قلت اسمع مختار بين عام مش حتى سي مختار قلت له ربتني ثوره بالله كان مازلت محتاج كرطوشه من الثوره انا جاتو تجي في دماغي وما تعداش عليا كيفاش قال لي قلت له خلاص حليت الباب قلت لهم حاجة الجيرية قلت لهم فلما معمول قال لي معمول الفتاس ما كرتش قال لي ما كرتش الموتور نايض قال لي الموتور نايض البيبان سكر الكل بيبان سكر وشو الفوق قال لي ما حبس حضرت قلت لهم سامحوني لوجه ربي انتم قلت لهم سامحوني وانت تلغي كشف وفي الاخير هزيت ان شاء الله ايه وخلص عقب على روحها انا عرفت رجعت رجلي قريب قد من هني ايوه دور عليك وتحصلت على على غريمون لا غريمون بعد حسرت عليه ايوه فهمت وحار كي رحت الجزائر في الشكوى كنت عندي لابالاس ديال السوداج بتاع أيوة. فرنسا خيطت الجزائر نلقاها تمار راك جاب لنا سجل ترجمت له لقيتها دم هو كل ايوه قلت على قال لي نعرفك انت ما عرفتش وين قلت له خمم مليح قال لي ما عرفتش قلت له جايك نادي لابور شاكي قلت له شكون ترجم لك الاكزامان في ورق شاد راسه قال لي انت بابوش بيك قلت له حطموني نحن انت نحوك انا مش تمشي للواد قلت باش نحضر ولا نروح للواد نروح للواد على روحك
باش اليوم مازال لي قالوا نحدد باش يدش هذيك اللي نتاع سنت بي وتو تشوف واش ندير العجلات. وما طولهاش الحكايه دار الدنيا كله وصلت وشدتني كله ادنى راس النقابه تاعي. ما شاء الله وجاك الدبلوم. انا تكلمت. وتفتحت المدرسه. فتحت مدرسه وعرفت. احكي لي على اليبوك فك المرحله هذيك اول مدرسه تعليم سياحه في الوقت قبل خلادي وقبل ولعقوا من بعد. لا انا كل سنه وقتها. وكانت رويت الوقت هذاك. كانت رويت. ايوه. شريها ب 120000 فرنك. نظيفة ونزيل جنوب كان يجوا كل وقت هذاك وكان يجوا ثم كيعدوا جونا من كنا في رجل جمعة رجل لما كنا في بسر جونا من بسر تاع بمسر والدوسي قداش 16000 16000 تاع البرمي تاع البرمي 16000 دوسي وكنت انت تصرف على تكوين خاصة في الكود ولا لا لا جينيور يعدي لا جينيور لا في كود في الاول تعلمهم تعلمهم كل اخ ايوا تعلمهم السياقة وتعلمهم السياقة والكريان والكمبيوتر كل وين كنت تدور في الكرين وحده المستشفى؟ في السبيطار من قبل. ايوا. السبيطار القديم هذا كان من قبل بين السبيطار وبين. مدير التربية. كان يقعد يلسنا هكا. اي صح. نعم. كيفاش كان؟ مش مدير التربية من القبل. اي اي اي. في الشارع ضيق هذاك صح. وكاين سبيطار عينين بكري. وكاين سبيطار عينين بكري. صح. عرفت الشارع عرفت. المدرسة لحد الآن الوحيدة اللي قاعدة مستمرة لحد الآن. مستمرة. من 72 ولا اليوم في 2002. وراثة وراثة بعدها تختلف. الان فيها ولدك ولد عاد في نفس المقر وفي نفس المقر حتى 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 الرويد حتى وقتها الخلوصه اللي عدي بها تو قلت لها بركب على نفسك وروح على روحك. نعم ذكريات لو تحكي لي عن ذكريات تاع المدرسه هذه لان تعتبر علامه من علامات سوف موجود القديمه حتى في المقر تاعها حتى في المقر ايه الوقت هذاك كيفاش الناس استبشروا بهذه المدرسه وكيفاش الشباب الوقت هذاك؟ يا الناس كان يجيهم يقول لها حفظ بها وطو يكون من بسكره يجي يعدي لهم يجي هني يسدوا وساهم ونادوهم يعدي لهم غادي وتعبوا شوي عدت لهم مدرسه مؤسسه حلاهم. ما شاء الله حلاهم. لان البريود هذيك كان اهل سوف لا سيما الشباب كان يشوف في 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 رخصه السياقه دبلوم. دبلوم. يروحوا به للحاج يروحوا به. شكون عنده شكون عنده رخصه سياقه؟ ايه في الوقت هذاك رخصه السياقه في حد ذاتها تجيب لك العلم عليها في الوقت هذاك. كان لو تحدثني عن العمليه هذه كان الوقت هذاك الزحام وكان الملفات كانت تجيك بكثره. وش 450 ملف عندي يجيبها انجينير من بسكه ولا من ولد هذا هناك. 450 ملف. في الزوسكرات انا في الاثاث نجيب. عندي انا واحد كل شهر نعدي بالشهر كل شهر نجيب 450 ملف. وسبب في الديب هذاك كل ما ينجحوش منها اربع ولا خمس. سبطوا فيه. نعم. ايضا سمعت بلي راك تاجر محنك وراك حدثني عن نوع التجارة خدمتها وكيفاش؟ جبنا سلع من ليبيا. كيفاش كنت تجمع بين التجارة والرياضة والجهاد وتعليم السياقة؟ هذا التنوع في شخصية صاحب قدر دلولة كلها. والله كان كنت مفاتن فيها كل ربي عاوني عليه ما كان حتى واحد. أي نعم. ما كانش وقعوا من الثورة وقديناها، كيفاش يكد لنا كذا؟ أعطيني ممارستك التجارة ونحن نعرف المجتمع السوفي ومجتمع تجاري بالدرجة الأولى. شنو كان عندنا حانوت بعد شفت حانوتنا وين؟ ايه شفت زقيق قلت على الزاويه القدريه هذاك يخش زقيق المظلم هذاك المظلم ايه هذاك حمدنا الاول هذاك كل زقيق نحن حوالينا كل ما شاء الله حوالينا كل قسمنا عقدنا تودي واش خدمت التجاره وقت هذاك؟ خدمنا بيسري في المكان كان عندنا بيسري كنا نخدموا من بعد عندنا نخدموا في الفرينه من دون كو في مكان هكا سمير انا كنت اخوتك مش وحدك؟ لا اخوتك كنا لا انا والدنيا كلهم خدنا جميع عائله وحدك كلهم شايب مازال العيش كنا جميعا نعم سي عبد القادر في ذاك الوقت هذاك في المرحله هذه الحياه تاع السواق مشكلته فرق كبير نحكي على قضيه الناس كانت الاسره كنت تخدم مع بعضها يعني تخدم كل مع بعضها واحد ما نزعل واحد يخدم اخرى عكس الان عكس الان حتى في البيت كنت انت واهلك واخاوتك كل مع بعض كنا جميع مع بعضنا في الحوشه في وسط النزال كنا كل جميع حدثنا عنك الحياه تاع السوافه اللي كان فيها الروح الجماعيه في العمل الروح الجماعيه كانت تعمل كل جميع شو وجبنها مش وفا، جبنها مش الشر والجوع. هذوما اثنين. والعرق. الشر والجوع والعرق. كل ما يكندوش عن بعضهم ما يبينش كل يبالك واحد يجوع. تعيش مراحل الجوع في ذاك الوقت. اش نقول لك والله احيانا نسمع روحي كان نبكي ما فطرناش تعشينا كان عشي شويه كسكس درنا لازم. ما عندناش فطور. نعم. كنا مش فاكرين تمر غيطان شويه كعبات تمر جيبوهم في علاقه نموتوا. والقمله قال هكا الناس فيها قمر. نعم. والعرق والجوع. يا والله كان نشفي كان زوز من الناس واحد في كماية العزوز والاخر يلبس سوريه يلعب بها برا وما كداوش يلبس هذاك ويخرج يدخل الكماية يقعد سوريه واحده عندهم كاين جانب اخر وما نجحش ندير ربي حياتهم
كان جانب اخر مهم ياسر وربما تعرفت فيه دراسات، كنت سياسي، كنت كولست السياسه هذاك الوقت. سياسه كولست السياسه. كولست السياسه وكنت من الشخصيات ربما في السبعينات والثمانينات. كل من الستينات. من الستينات كنت تكولست في السياسه وربما حتى في البلديه في ذاك الوقت على ترشحت حتى في البلديه. ترشحت وجي الاول دو مندار جي الاول في بلديه الوالد. 58 واحد يترشح. وكان حزب جبهة التحرير الوطني في ذاك الوقت وليش طبعا الانتخابات؟ كان حزب سواء كان من رجله ولا من بسكه قبل ما يكونوا هنا. ولعبوا لي لعبات كبار باش ما ننجحش وننجح فور الشعب كثر خيرها. ثم الفئة الكل الرياضة التجار سدت على مسؤول الفلاحين المجاهدين الدنيا كل عطوني حقي في الانتخابات. في السياسة كيفاش كنت تترشح كنت في جبهة التحرير الوطني؟ كنت في جبهة التحرير الوطني. كان حزب واحد. كان حدثني عن النظام السياسي في الحزب الواحد في ذاك الوقت. حزب الله كيفاش والنظام كيفاش الخلايا كيفاش كانت؟ الخلايا كانت من الأرض في عهد التعددية ورغم الحرية وكذا ولكن الأداء السياسي ضعيف جدا. الأداء السياسي وفي عهد الحزب الواحد كانت القوة السياسية كبيرة. كانت قوة سياسية لأنه كنا عائلة واحدة. كنا عائلة واحدة. واحد ما يكسر واحد، كان كسرت راه كسرت حزبك. كسرني كسرت حزبك، كسرتك كسرت حزبك. ولا حزبي. هذه الحكاية وين راهي؟ لكن بعد كي بدات الأحزاب هضرتها الأحزاب. وكثرتها كنت راه حتى حزبين ثلاثه ابرك ما يدي لي 50 ولا 60 حزب. قداش العهده شاركت فيها في البلديه؟ بلديه الواد ما كانتش بلديه الواد وحتى بلديه البيضاء ما عاد شاركت. شاركت في العهده كان عهده واحده. اعطيني العهدات اللي كانت بلديه الواد. بلديه الواد العهده بعد الاول تاع مصر عباكوش. ايوه كنت عضو معه. معه. ايوه. وفي العهده تاع العمودي. تاع العمودي. وتاع بسم. اي تاع بسر اعتقد كنتوا الاثنين مع بعضكم ربما كنت انت ناجح ولا هو كنا انا والجهه والخمسه ودي نحوني دروه نحك الحزب مش الحزب نحوني الكلون حزب نحني الكلون داخل الحزب ولا الكلون داخل الحزب واعطوا اللجنه جت راه محاور حتى تاع لجنه حار اللجنه جايه من الجزائر اديتها 92% جوني هني في الدار خبطوا عني هي احتجوا واش بيه قالوا لي سكن هني هنا قالوا لي احتجك تاع اللجنه تاع الجزائر وتعجب بيك شوف وجهك خذ لي قهوه العمود ياك الخبيث هذاك باهي العمود الله يرحم عليك في الحال نطلبوا له الرحمه ان شاء الله واش نقول لك؟ وريت تسول له اي نعرف ابراهيم الحكمه وريت تسول مع الضباط تاع فرنسا بغي يموت بغي يتوفك وريت له قريب تاع كريس تعرف على الفتحه تاع السوق تاع قبل هذيك اللي فتحت انا السوق واش بيك راني فاتح انا السوق فتحت الامه المخرية نعطيها اللقطه هذه كي جينا ما كذا قال السوق وكذا تدخل تجاره ما كذا قلت 30 ولا 40 متر تجارة كراها ومن ثم حتى الطريق تكون هو الطريق مسجل نطول نعوجوا للعودة كل ومن الرامبوان حتى البسكة نعوجوها كل الواد بديت كان هذا خلينا من العباد قلت لهم ديري مباراة والله إذا ثلاثة عهدات كنت في بلدية الوالد بلدية الوالد وعهدة واحدة بلدية البيض معناها كفاح كبيرة كفاح كبير وكل عهدة ننجح لكن اللي ما كانش فيها ماشيين العودة ما ترشحتش فيها نعم حدثني الان كيفاش تعيش يومياتك اليوم سيدي وعلاقتك بالزاويه القدريه اعتقد القبه تاع سيدي هاشم حدا بيتك الزاويه القدريه نعم الزاويه القدريه ما عادش حدا هنا خالص ابدا بترف توب ما عاد حد شيء الناس كل ضدها والناس كل مش قابلتها والله غالب ما هذه ما ناقشهاش كيفاش مش قابلتها مش قابلتها كلمه الزاويه حرام عليكم هو يوم ودي رانا مشينا نتقدسوا فيها مشينا نقدسوا فيها الزاويه دي رانا زاويه نشاو الشيخ الهاشمي خدم من بكري الثورة ودار هذا التعميش كان نسمعوا بها ثورة عميش كل عام هذا العباش عام 1918 والهدف الثانية على العسكرية اي لما نثور واحدة ضد التجنيد الإجباري والأخرى اي روح شوفوا لما نثور الشعب وكل الرباع والنخلة والعقلة والبياضة ثورة من كل اسمها هدف عميش عن جال باش ما يمشوش العسكر ولكن دور الزاوية الآن درس القرآن الكريم وقرت الكثير وخرجت الكثير من الأئمة هم مش مستعجلين بهذه الكاشة وش عندها دور آخر حتى ينتقدونها ما عندهم حتى دور اتخذ على البشر تمنوا البشر قريب أكثر ما تمنوا من ربهم يعني أنا قلت لك شرعي نشتز البشر قلت لك أنا قريت القرآن ونجمع في الناس ونجيب هم احنا من تمر مدرسة توليزي ومن جان تم يقرأوا هم يقرأوا هنا هم يقرأوا إن شاء الله تبقى مدرسة تبقى مدرسة لا تبقى أنا يقولوا في مدرسة أخرى من الغادي في العريق خلاص في شيخ طهوني يخطوهم الحديث خلي بعده انا تابع الزاويه القدريه تابع الزاويه القدريه
اسم القادرية معروفة بنيغال أو شيء. يا ودي شهادة دام الأمير عبد القادر زاوية كنت في إفريقيا من الشيخ عبد العزيز ودي الشيخ الهاشمي وما أدري نعم. الشيخ عبد العزيز نعم دار فاعة في فرنسا هذي صحيح والله كان هني غدا كبر راح بهذيك الدار قال لهم جيبوا الحزب جو الحزب بتاع بجيب بلدي قال لهم فرشوا البلدين كلها بطحون بطحون هنا سبعة جيش أنا جي 20 مندير نية الميكا عمري 10 سنين ونيوك دي من صغير ولا سيس نقص وقاعد ينقص وقبالين وفلقهم كل قلم فاقه وفاقه طوره فتشوا كشما ثوره ولا حاجه سيبوا عليكم هالزوايا وسيب ودي الشيخ الهاشم ودي الزوايا نعم وكان في جمعيه العلماء كان في جمعيه هذا ما جمعيه ما كان لا ما يسعوش بالزاويه خدمه حتى ثوره التحرير يا ودي خدمه ثوره الزاويه خدمه الخير هنا يا مقرات الحكومه الوقت في تونس كل تاع الزاويه وهزوا الشيخ وقت هزوا سي عبد العزيز من هي براني سبع ملك خضر الدوله الرباح ما كانش قزر هذا وجو بيا راجعين في الليل ما عندناش تفسيتي كاين القمر الناس كل خرجت البيض البيضة خرجت للسوق تاع البيض عصد ولا ثم قالوا ما دينا الوان قال له حبس تعال جيب حبس سي سي حبس ومرق دار خطاب قال له ما سمعوا واحد رجوله واحد العبد قال لهم فرنسا راهي غلبتنا بالعلم طردوا ذلكم كونكم شهيد نشفي عنا يكلب لكن نحضر نص لكن تلقيش بالكم قروا بي واحد من الذر وما تبطلوش القيام. لحنا لحنا حاولنا يا جماعه الحبس في الوقت. الله يرحمه. سعد قدر اليوم هذه الشهادات الكبيره اللي عشتها سواء الامر تعلق بالثوره تعلق بالنشاط الرياضي في 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 بدايات الفريق الاولمبي تاع الجواد تعلق بالكشافه تعلق بالتجاره بكل الحياه شهادتها. واللجان تاعنا التربيه ثانيه يلا استنى في الوقت هذا. كنت في اللجان اللجنة بعد نعم. الحكم ولحد الآن كانت تساهم من بعيد من قريب وخدمت حتى المحكمة نعم قضية التجارة مع الحاكم جيرية مع الحاكم مع القاضي شعب المنصة مع الفوق ما شاء الله إذا شخصية بارزة من شخصيات تشوف المعروفة إن شاء الله يا رب وساهم وساهم إن شاء الله يقبلنا ربي إن شاء الله هذه التجربة كامل هذه كيفاش راح يشاهدوها في كتاب الناس كلها تروح سعد القادر ما يبقاش حي على الأقل يخلي مذكراته فهمت يخلد فيها هذه المسيره كامله وما شاء الله عندك من الابناء المثقفين والقادرين يكتبوا لك والقادرين يجمعوا هذه الشهادات الكل اسمع الناس الكل يقول لي كلامك هذا اولادي مش اولادي الناس الكل حتى يجيب شيء الناس المخلصين الثابتين كيفك انت يجيب ستيلو حشاب تقول لي شنو يقول لي ما تكتبش ماشي نشاهد نكتب حتى حاجه اللي يحب يكتب عني يتفضل نعطيه يكتب انت قادر تكتب حاجه كبيره وتجي كل خطره تجي تقول لي الحصه هذه المصوره راهي تخلد فيك وفي المآثر تاعك ان شاء الله يا رب وراهي وين مسجل عندك وهي تسجل عندك انت هذه تبقى شهاده حيه ان شاء الله ان شاء الله كان الجيل الجاي كل ان شاء الله والهدف من الحصه تاعنا هذه هو ربما التوثيق لهذه الشخصيات ان شاء الله بارك الله وتبقى ديما اثر طيب قناه التحرير ابت الا على نفسها الا ان تسجل هذه الشخصيات اللي قدمت أشياء كثيرة للوالد. أنا حابين حاجة مكتوبة إن شاء الله تشهد النور ويقول لك ديما الأثر هو اللي يبقى ديما إن شاء الله. وكاين حاجة أخرى. نعم. من الاستقلال اليوم. من الاستقلال. نعم. والله ما جهزت ستيلو والدولة هي الدقيقة هذه ولا من بلاد ولا راضي ولا من البلدية يا ستيلو بلا فرنك ولا فرنك. أشهد يا رب يعني. والله أني راضي وأن حالي ودنيا قلت له لا نهار اللي نجوع ننزل كرطوشنا بكري. نتيري باش ننزل نوكل. ما جاتش ربيت دي ليسونسيي ودي باشيليي وربيت طبيب وربيت فارماسيان وربيت كل خيري كان في عندي كلك ميتا حتى يعطوني مليون في الشهر نلعب في سند داير رجلي الحديث مع سي عبد القادر يطول وربما يفتح صفحات وصفحات لكتابة تاريخ الرجل المجاهد الرجل الذي قدم الكثير ورأيتموه كيف يتحدث بهذه العفوية دون تصنع وهذا هو المجاهدون بما عندهم هذه الروح وأنه يتكلم بكل عفوية ويتحدث بكل بساطة حقيقة الحديث معه يطول وبشدود وهؤلاء هم الجاسوس الذين حقيقة قدموا الكثير ويستحقون الالتفات ويستحقون النزل لهم ويستحقون منا كل خير
ويستحقون من أجل أن نحفظ مسيرتهم المكتوبة بالنور، نجعلها في أذهاننا وفي قلوبنا ونحفظها للأجيال القادمة. معاشي عبد القادر أبانا وأخونا، وهو مجال ما شاء الله جد مجال في قمة عطائه، نتمنى له إن شاء الله بإذن الله الصحة والعافية في كلمة هذا الاستقلال الذي حققه، وإن شاء الله جزاه الخير بإيجادها وبمسيرتها وفي مثل هؤلاء المجاهدين وغيرهم. أشكرك جزيل الشكر على الحصاوة وحسن الإقبال بهذه الروح المرحة، وحتى بالدموع التي كتبتها هي دموع عندما نتذكر المعاني الكبرى للدولة والجزائرية، ونتذكر أيام الصبا ونتذكر أيام الجهاد، هي حقيقة ليس دموع حزن لكن دموع حنين ذات المرحلة، نعم دموع معناها ربما حب الوطن يخلدون الدمع دون كسب الابتسامة. ولك في سيدي جزاك الله عنا كل خير، وإن شاء الله نزور حتى أخرى ونزور كان دائما بهذه الصورة وبهذا العنفوان وبهذه الأريحية. نعم هذا هو في عبد القادر بن عمر أو عبد القادر جنودة كما يعرفونه أهلكم. حقيقة أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا في هذه القصة، ونلتقي إن شاء الله في قصة قادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.